معي من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية. يعني كيف تقرأ ما يعني وضع جامعة كولومبيا؟ الوضع يتفاقم، نعمة شفيق ماذا قامت به في محاولة لإرضاء السياسيين على حساب المبادئ، مبادئ الحرية، كيف تقرأ المشهد دكتور مصطفى؟ هي أولا هذه عميدة الجامعة للأسف يبدو نسيت مصريتها ونسيت عروبتها، وهي تعمل أصلا في خدمة المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة منذ زمن بعيد، ولكن ما يجري في جامعة كولومبيا أمر كبير. هذه الجامعة هي التي أطلقت شرارة التمرد ضد حرب فيتنام، وهذا التمرد الطلابي في الستينات أسقط حرب فيتنام. وأنا برأيي هذه المأثرة لهذه الجامعة تتكرر اليوم. ما نشهد ثورة عالمية امتدت الآن ليس فقط إلى حوالي 200 جامعة وكلية في الولايات المتحدة، بل انتشرت كالنار في الهشيم في أوروبا، وتنتشر في بلدان كأستراليا وكندا ودول أخرى. هذا حراك شعبي عظيم سيؤدي إلى أمرين: أولا سيشكل قوة ضغط لوقف العدوان وجريمة الإبادة الجماعية في غزة، وثانيا سيؤدي إلى تصاعد حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل بما في ذلك سحب الاستثمارات من كل ما له علاقة بالعدوان والاحتلال والاستيطان الإسرائيلي. لذلك الذي يجري أمر له مستقبل كبير، وكل الإجراءات القمعية التي تجري الآن في جامعة كولومبيا وجامعات أخرى والتي تذكرنا بالمكارثية القديمة لن تكسر إرادة الطلبة، ولكن تظهر أن الحركة الصهيونية وإسرائيل تلعب دور القوة الرجعية في عالمنا اليوم، وتحض كل الأطراف على قمع حرية الرأي والتعبير فقط من أجل حماية العدوانية الصهيونية التي تشكل اليوم أسوأ نظام استعمار إحلالي استيطاني في تاريخ البشرية الحديث. يعني الحقيقة أنه الطلبة الأمريكيين وطبعا من معهم من عرب ومن جنسيات مختلفة قاموا بما لم يقم به العرب الحقيقة، يعني تحية لهم لأنهم قاموا بتحريك أو محاولة لتغيير أطر السياسة الأمريكية المنحازة للتيار الصهيوني والمنحازة لدعم إسرائيل. ولكن أعود بك إلى نعمة شفيق، يعني بالنسبة لنا كانت أيقونة كيف هذه السيدة مصرية الأصل قدرت أنها توصل لتكون نائب رئيس البنك المركزي البريطاني، وطبعا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات العالمية ورئيس جامعة كولومبيا. يعني فيما فشلت نعمة شفيق؟ يعني هي أرادت أن ترضي السياسيين فلا أرضت الشرق ولا أرضت الغرب، يعني لا أرضت مناصري اليهود ولا أرضت مناصري غزة. أولا هي عندما تدافع عن اليهود وتقول أنهم يتعرضون للأذى، يعني نسيت أن جزء كبير من الطلاب الذين ينتفضوا الآن في الولايات المتحدة هم يهود أصلا ومعادين للصهيونية، وإطلاق صفة اللاسانية على حراك يجري نصرة لغزة وللشعب الفلسطيني ولحقوق الشعب الفلسطيني أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ليس فقط لأن العرب أنفسهم مسلمون والمسلمون يعني يسامينون، ولكن أيضا لأنه جزء من اليهود أيضا يشاركوا في هذه المسيرات، وبالعكس من الأكثر نشاطا بسبب عدائهم للصهيونية. أنا لا أعرف السيدة نعمة شفيق، ولكن أعتقد أنها فشلت فشلا ذريعا، وللأسف ربما نسيت أصولها ونسيت القيم التي تربى عليها المصريون والعرب في نصرة الشعب الفلسطيني. وعلى كل حال انحياز أنا برأيي هي خسرت معركة على الجانبين كما ذكرت حضرتك، ولن تكون يعني وحتى الذين تدافع عنهم يطالبون بإقالتها لها. لذلك المسألة الأهم كيف يستمر حراك الطلبة في كولومبيا، ونحن نأمل أن نرى حراكا مماثلا في العالم العربي الآن، وقد بدأ حراك في فلسطين نفسها لتأكيد الترابط بين الحركات الطلابية في العالم مع بعضها البعض في هذه الثورة العالمية الجارية لنصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ولفرض العقوبات والمقاطعة على الحركة الصهيونية. شكرا دكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية.